بدي احط مبارح المبهرة اللي جبتها حطيتها مثل ما هي، بس شو ما عبيت بقلبها البهارات، رح اعبي لانه هي فتحتها واحدة بس، رح اعبي هاي ملح، وهاي رح اخليها للفلفل، هاي رح اخليها للدبس الرمان، وهي للزيت البلدي. تمام، اول شيء حطلع الدبس الرمان. بس شو بدي اعمل؟ اول شيء بدي اغسله. ايه جلده حتطلع. هلا بنفتحهم من تحت. بدي اجيب صحن او كبير يعني كرمال لما بدي اعبي الفلفل، رح اخلي ايدي هيك مشان ما تنزل لانه هون متعبيه، وخلي الزبديه تحتها مشان ما اجيب العيد كالعاده يعني، لاني انا لما يوصل لي فتره مو فايته على المطبخ ببلش شوي شوي اجيب العيد لارجع اخذ على المطبخ. فهمت؟ ممكن هيك تكون شوي مغبرين او شيء، فهي العادة اخذتها من ماما مثل ما قلت لكم، انا هي العادة اخذتها من ماما، كل شيء لازم لحه بالماي، كل شيء كل شيء يعني، حتى لو انه مثلا شايفين هذاك الصحن هون السلام يعني شايفين مو مجلي ومحطوط، لازم لحه قبل ما احط فيه اي شيء ونشفه. اليوم ينشفوا، انا رح طلع الملح والفلفل دبس الرمان والزيت البلدي. عم شفت لما بلد ايش حلوه ها، بس تعال على المكان. يي بدنا زيت بلدي، يلا عادي حطهم كلياتهم بقلب هي، بدنا زيت بلدي ذكرني، معقول مو جايبين نحن؟ وهذيك المره انكبت. عمار شو؟ تعال شوف مشان ما تخربطوا. شو راح اعمل؟ هنعبي هلا. تمام، هاي ما فيها كثير، ححطهم كلياتهم. عمار اليوم نجيب زيت زيتون ذكرني. ما عنا ليك، خلصت جدي عبيها، خلصت خالصة. زيت زيتون خالصة، مو شايف؟ ما علينا، هلا نجيب الدبس الرمان. عارفين كم نوع اسهل يعني التعب هاي بتصير. بس تعرفي هاد الدبس الرمان نوعيته عن جد كثير كثير ما عجبني. ليه؟ عادي انا ما احس حالي ما راح ابيها كلها. لا تبيها كلها. ليه؟ بس رمان بنجيبها نحن اطيب. بس لا والله انا ما حسيت. هذا غنى هذيك النوعية. ياك عم بدي الحس ايدي. حزير شو تعال يي بدي فرجيك كيف. شايف هاد زيت؟ زيت الاسود للدبس الرمان. ايوه الاسود لشو؟ للدبس الرمان هون. هذا هي شو؟ الاسود. هي شو؟ هي للملح والفلفل. كيف؟ عمال بدي اقطع كذا ايام. هلا ليك، هلا انت وجهه نظرك، وين بتحط الملح وين بتحط الفلفل؟ سؤال صعب، بس هذا الملح صح. هذا الملح هذا الفلفل، لانه الملح يعني بكب كثير، واذا بدي اعطيك ثلاثه الفلفل معطس. ايوه كثير. بس شوي مسحتم الزيت البلدي.
هاي غطينا الزيت البلدي والدبس الماء. تمام، هلا الملح والفلفل. تعال شوي عمو، حط لي اصبعك هون بالله. حط لي اصبعك هون. ليه بكب من تحت؟ هيك انه يعني. ما فهمت. ايه ايه هون هون. اصبعك. ايه وين سدت؟ ايش في لفتحة من تحت؟ اخي هي اللي يعني تبعيتها. اه يا اخي لا الله الله فهمت. يا الله اخذ علي صيام عمر اخي. بس ليه ريقة شوي خلص. هذا الشاي الاخضر يا جماعة من مبارح. تمام السليمي هي كاسي ما كملتها. يا شو صار معي؟ انا لازم اجيب لك. عم بعمل هيك اعمل كل الملح صح. تمام هي المملحة صارت جاهزة. هلا شو عنا صفة؟ فلفل. فلفل ما ادري اياكم الفلفل. هي هلا هي نفسها. لأن ما حيمشي الحال إذا بدي عبي من هون وما سكر هون فحتفضي من هون وأنا عم عبي من هون. اليوم بدنا شو إيه؟ شو بدنا؟ اليوم بس نرجع على البيت. بس ما حيمشي الحال عبي يعني. لازم نجيب مي. ايه ماي وبدنا ماي وشو اسمه ما صلي على النبي. ملح. لا مو ملح. ماي هو الامنيكي تبع الغرفة شو بنسويه؟ ماي وزيت زيتون. شو؟ الاماني تبع الغرفة شو بنسويه؟ ما بعرف. امي يمكن. هلا كيف هيك؟ نفس ما عملتي. يا اخي هي شو اسمه؟ يلا شام حزة. هاي لازم حدا يراقبك مشان تروح. شوفوا شلون انا عم جيب العيد شوفوا. لا انا ما عندي حل ثاني. شو بدي اعمل؟ شو بدي اعمل؟ برجع بعمل هيك الفلفل. لانه هاي مو مثل تبعية الفلفل. كلهم اعراض. لا انا ما راح اعبيها كلها يعني شيء انه راح بدي اجيب هاي اللي عرفتوها اللي بيكون يعني بتنحط ياستم مثلا الخزق اللي هون وبنحطه بقلبها البهار. بس شو كان اسمه نسيت. انا نسيت شو كان اسمه. كان بدي نقطفها من هون. هلا شو بنعمل؟ بنجيب الغطا بنغطيها بنرجع نقلبها هيك فورا. هلا اللي نزلوا بقلب الزبدية برجعهم. خلص الفرش خلص القصة. خلصت. على فكرة شايفين لما عبيتهم فصاروا أتقل فصاروا ثابتين على القاعدة تبعيتهم أكثر. يعني بحملهم هيك وحتى لو حاملتهم ما في داعي يعني كثير هزهم انا واخذ واعطي معهم لانه بالنهاية ازاز. شايفين انت شكله حلو؟ كثير حبيته. هيك خلص. اوكي هدول حرجعهم. لقيت حل مبدئيا. كل شيء بلاقي حل. شوف هاي بتدبس همان. كنت فاكرة مسكرتها. طلعت ما مسكرتها. عمار كلكم هلا رابط من موقع ترنديول بما انه انتم حابين هي الفكره. وحتى امبارح كثير سالتوني اسراء صيري حطي لنا رابط من موقع ترنديول تكون مختلفه. تمام الرابط يلي حط لكم اياه هلا فيه شوزات ابواط
كتير كتير مريحة، وبنفس الوقت كمان رجالي نسائي، فأنتوا ما عليكم غير تفوتوا على الرابط وشوفوا التشكيلة يلي موجودة عندهم. وغير هيك لحقوا حالكم بما أنه هلأ رمضان عاملين تخفيضات كتير كتير قوية وعالية، وزائد إذا بتستخدموا كود الخصم تبعي اللي هو إسراء حيخصم لكم خصم إضافي 50%، يعني 50% زائد الخصومات اللي صايرة بترنديول، فالخصومات حصير كتير عالية. وكمان انتو فيكم تاخدوا البراند اللي بتحبوه، زائد يعني انه تاخدي القطعة بسعر كتير مناسب وبرا بتكون اغلى بكتير. فمشان هيك اضغطوا على الرابط ولحقوا حالكم وشوفوا الاشياء اللي حتحبوها من هذا اللينك واشتروها، وحاط لكم كمان كود الخصم تبعي كرمال يخصم لكم 50%. صرت جاهزة وعما عم بقول يلا ويلا، وماما عم بتقول جاهزة بس هي ما لها جاهزة، تمام؟ وسيدرا بالمرة لسه مو جاهزة. ماما انت عم بتقولي انا جاهزة بس انت مالك ما يعني مالي شايفتك جاهزة. اوكي لابسة بس يعني لسه مو مخلصة. قلك انا وحدة؟ هي البأس هاي اللي لك التنتين هديك هديك التاني البيجية ايوة هاي هاي البأس البأس كتير ايه. نجيب الزينة من هدول، جيب اللون الابيض ابيض اهم شيء الابيض لك لانه هي سكري لونها وهي بالذهب ماما بس اللي معك كانت هيك كانت مثل هيك حتى قماشتها غير صدقيني والله كانت سادة ثقي فيني حتى قماشتها غير ايوه هي قلبها من اللي معك كانت سادة ما تقوم لك حل مع اهلك انا تعبت انا جاهزة وقاعدة عم بستناها يعني اكثر شيء وصلت ساعه عم تقول يلا ويلا عادي سعمر يعني دقيقتين بكون خالص يعني دقيقتين هي اذا بده يتحمم وجهز حاله ممكن ياخذ 10 دقائق بس انه هيك دقيقتين بكون جاهز كان بدي اتحمم بس قلت يعني مو محزب ما انه اليوم في طبخ وسبوسه وقلي وحركات فحارجع يمكن اتحمم مره ثانيه قلت لا خليني فرد مره اكمل يومي نخلص طبخاتنا بتعرفوا طبخة المطبخ بعدها شو بدها حمام مشان هيك بتحمم ايوه ماما تمام كتير حلو شو زي حلو يلا يا عم ها هاي ماما جاهزة قوم انت سيدرا وماما انا اكثر شيء بكره انتظار يعني قلتنا طويلة فتت انا على الغرفة اللي عند سيدرا وقعدت على التخت لان سيدرا لسه ما خلصت لسه ما لبست حتى صير البس البيجاما اللي نفس انا تقريبا يعني هي مو نفس اللي انا لابستها بس يعني تقريبا نفس الموديل بنطلون عريض من تحت الجاكيت قصير شوي اعطيني جبهه من عندك سامونه شو بدك اللون ابيض اسود زهر اصفر اول شيء شو بدك تلبسي اذا بتلبسي هي الرماديه لازم اسود لانه ما بدي اسود عزيزي ليه ما بحبه لك على حسب اللبسه اللي بدك تلبسيها ما بحبه مو على كيفك يعني هلا انا ليكي لابسه مثلا ابيض لانه في ابيض مو ظابطه البس اسود يا حبيبتي انا بدي البس اسود لا ما حتلبس اسود ما حتلبس ابيض قصدي ورجيني كثير كثير حلوين يلا شو بدك تلبسي مشان اعرف شو اعطيكي قيسي لي هي اول شيء لانه اذا لبستي هي حاعطيكي اسود هلا انا وسيدنا مخاشه يا هاي بدك يا لك هي بضي امي مشان تحطها تحت ال يعني مثل ما انا عامله انه لا ما تخليها تحت خليها هيك هلا قيسي لي البنطلون لانه سيدرا اطول مني وهذا على طولي انا فهمتي لا فيش بالعكس بيجي حلو لك بعرف بس ما بدي يجي قصير كثير ورجيني ما في تمام فكره بيرفكت شايفين اصلا يعني طولك انا توقعته يطلع قصير لانه ايوه تمام احذري شو خدي البسي هاد لول لانه شايفه عليها اسود انا عم اشوفه عليها اسود البيجامه فما ظابطه تلبس لها جرابات بيض رجيني لا بدك تلبسي بضي بدك استني شوي بدي البسي هي تحتها ورجيني ايوه بضي بس خليك يا سعيد وفيكي تخلي جاكيت مفتوح او تسكري تلبسي الكم ها ما بدك بدك غيري البيجامه كلها حلوه البيجامه بدي شيء هيك لك ايه عم اقول لك البسي بضي اسود هاي تلبسي هاي ولا دول بضي هذا ولا بضي اسود لا هاي اوكي هاي بتصير كمان ايه ايه يسيها شايفين حتى ما هي بسعادة حتى باللبس بسعادة
هيك هيك لما بتكونوا يعني لما بتكوني انت الاخت الكبيرة بالبيت هيك. برجيني ايوه البسي هذا فوق خلص خلص القصة. هيك اللي اتخانقنا انا وسيدر على الشاب. انا عم الا بدي البسي اسود يعني لا بدي ابيض اخر شيء لبست الاسود. يعني شو السبب فهميني؟ ما بدي لانه بفتفت الاسود على اجري. هي بتحط سيدرا يعني متعودة على طول على طول يوميا بشكل يومي قبل ما تلبس الجرابات لازم ترتب رجليها لازم ما بتقدر يعني مستحيل مستحيل يعني سبحان الله العادة أخذتها من ماما. من ماما عم بقول ماما مو بابا أنا. هذا بسبوري لا ورجيني بالله بسبور مين هذا ضايع بسبوري يلا برجي بيضيع مع التساخر.